مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد الذي سنتعلم فيه كيفية التعامل مع ملفات من نوع CSV أو Comma Separated Value، وهو ملف يحتوي على العديد من المعطيات تفصل بينها فاصلة، أو بالفرنسية les valeurs séparées par virgule. هنا في مقال الويكي نلاحظ أن الخانة الأولى لملف CSV فهي عبارة عن الحقول، والخانات الأخرى تحتوي على المعطيات. والإكستنسيون المميزة لملف CSV فهي .csv، فهو فقط من نوع التكست، أي ملف نصي. للقيام بهذا الأمر من داخل تطبيق نود وجب تنصيب موديل CSV بتعليمة npm install CSV، وهذا هو البارسر الخاص بملفات CSV، يحتوي على بعض الدول كالجنريت والبارس. فالجنريت فهي خاصة بتوليد ملفات CSV انطلاقا من النصوص، أما البارس فيقوم بتحليل ملف CSV وعرضه داخل تطبيق نود بطريقة مهيكلة كما تلاحظون. سنعتمد على هذا المثال إلا أننا سنقوم فقط بعملية بارس لملف CSV، ومن ثم تسجيل تلك المعطيات داخل قاعدة بيانات معينة. وقاعدة البيانات التي اخترتها فهي Redis، لأن قواعد البيانات المعروفة كMySQL تدعم أصلا ملفات CSV، أي أنك يمكن تحميل ملف CSV إلى قاعدة بيانات MariaDB أو MySQL بطريقة مباشرة، فهي تدعم الفورما الخاصة بCSV. أما Redis فهي لا تدعم ملفات CSV، لذا وجب القيام بذلك بهذا الأمر يدويا. هنا سنقوم ب فقط كوبي كولي لاختصار الوقت و بارس. قبل القيام بهذا الأمر وجب تحميل موديل FS هكذا، ومن ثم القيام بعملية read file dir name. فملف CSV أتوفر عليه هنا داخل المجلد الخاص ب كود سورس، وتستطيعون تحميله من موقع سباسيال كي، فهذا الموقع يعرض العديد من ملفات CSV للتجربة. والملف الذي اخترته فهو هذا sales transaction، فهو sales janvier 2009.csv. أين هو ذلك الملف؟ ها هو، أظن أن Sublime Text سيأخذ بعض الوقت لفتح هذا الملف نظرا لكبره. Node.js for Arab code source sales. كما تلاحظون فتعليمات فايل يقول أن هذا الملف هو فقط ملف ASCII text. سأقوم بفتحه بالمتصفح VI كما تلاحظون. فالخانة الأولى تعبر عن الحقول، والخانات الأخرى تعبر عن القيم وتفصيلها فاصلة مع علامة نهاية. الآن ما علينا سوى قراءة هذا الملف، فهو
sales janvier 2009. سأقوم فقط بأخذ الاسم لاختصار الوقت. هكذا. أي أننا نريد قراءة الملف وتحميله إلى الذاكرة الخاصة بتطبيق نود جيس. فداتا فهي الملف. في حالة تواجد الأخطاء نتبع الأخطاء، وفي حالة عدم تواجد الأخطاء سنقوم بطبع ملف داتا. هكذا سنقوم بتجربة هذا المثال الأولي. ماذا سميته؟ الدرس 24 سيصفي. ففي حالة البوفر فتطبيقات نود لا تطبع كل البوفر، تطبع فقط بعض القطع المتواجدة في بداية الملف وثلاثة نقط، أي أنه لا داعي لطبع هذا الملف الكبير. إذا كنا نريد طبع هذا الملف فما علينا فقط إلا تحويله إلى شين دو كاركتير، وهذا الشيء سيفرض على تطبيق نود جي اس تحويل البوفر إلى مص كما تلاحظون. فالتطبيق الآن يشتغل. الخانة الأولى كما قلت فهي عبارة عن الحقول، والباقي فهي القيم. إلى حد الساعة لم نقم بأي شيء خاص بتحليل محتوى ملف CSV. الآن ما علينا سوى القيام ب CSV parse de data، فإن data هي محتوى الملف، و data 1 من الأحسن أن أسميه data 1 رغم أن data فهي أيضا ستشتغل نظرا لسكوب، أي أن الدوال متواجدة داخل كالباك لفونكسيون CSV parse ستكون لها القدرة فقط على التعامل مع داتا المتواجدة في المستوى الأول، ولن تستطيع رؤية داتا المتواجدة في المستوى الثاني. إلا أنه من الجيد تسمية داتا وداتا آن للتمييز بينها في حالة الأخطاء. وفي حالة عدم تواجد الأخطاء نطبع داتا 1، فداتا 1 فهي CSV المحلل كما تلاحظون. الآن لقد قام بعملية البارس وتحويل ملف CSV إلى الري أو تابلو. الخانة الأولى تمثل الحقول، والخانات الأخرى تمثل القيم، فهي خاصة بالبايمون أو المبيعات كما تلاحظون. ترانزاكشن ديت، لا دات دو ترانزاكشن، لو برودوي، لو بري، لو تيب دو بايمون، والمدينة والدولة إلى آخره، ومعلومات حول تحديد المواقع اللاتيتود ولونجيتود. الآن ماذا سنقوم بهذه المعطيات؟ كما قلت سنقوم بتخزينها داخل قاعدة بيانات الغوديس. للقيام بهذا الأمر نقوم في البداية بتحميل غوديس هكذا، var غوديس client غوديس create client، وهنا نقوم ببوكل for var i equal 1. نبدأ من الخانة 1 لأن الخانة 0 فهي تمثل الحقول، ولا أريد وضع الحقول داخل غوديس. داتا 1 موان var message
داتا 1 دو اي هكذا. وفي البداية نطبع فقط هذا الجيسون لرؤية النتيجة. يقول لي أن هناك شيء غريب. كما تلاحظون لقد قمنا بتحويل قيم الجدول إلى جيسون لكي نستطيع وضعها داخل قاعدة بيانات الغوديس. من هنا نقوم بخلق كلي كي أسميها CSV tutorial هكذا. فإذا كنتم غير معتادين على التعامل مع غوديس فأنصحكم بمشاهدة الدروس السابقة حول غوديس. فغوديس فهي قاعدة بيانات سهلة جدا وسريعة نظرا لاشتغالها من الذاكرة. if error في حالة الايرور وفي حالة console.dir error هكذا و console.dir push result هكذا. إذا اشتغل هذا الكود فإننا سنقوم بتخزين محتوى ملف CSV على شكل جيسون داخل قاعدة بيانات الغوديس. ماذا سيقول؟ غوديس ال بوش كي مثال لا شيء يقع. سأقوم بتفقد الرانج هناك مشكل. لا يتم وضع القيم بطريقة صحيحة. لما لا نقوم فقط ب المشكل هنا. يجب القيام بعملية الاي اصغر. لقد نسيت القيام بهذا الامر. يعني ان هنا ان البوكل تشتغل في طريقة لا منتهية. الان ساقوم فقط بتفقد هذا الشيء. الآن الأمور ستشتغل إن شاء الله هكذا 0-1. دل قم بحذف هذا المفتاح وما يحتوي عليه من المعلومات هكذا. الآن سنقوم بتشغيل التطبيق مرة أخرى.
كما تلاحظون الآن التطبيق يشتغل، أي أن الرجيس قام بتخزين المعطيات. فالمشكل كان في البوكل، أني نسيت وضع الشرط هكذا كما تلاحظون. الآن بعد تسجيل المعطيات داخل قاعدة بيانات رجيس انطلاقا من الملف CSV، لما لا نقوم بإظهارها عن طريق API باستخدام REST API. var server REST API create server. سنقوم بفتح هذا التطبيق على بورت 8080. واستخلاص كل المعطيات من غوديس وإظهارها API أو سيرفر مهنجت. فعند الدخول إلى سلاش سنقوم باستخلاص كل قيم من غوديس وإظهارها إلى المستهلك. This client L range K من 0 إلى ناقص 1، أي أننا نريد استخلاص كل القيم. في حالة الأخطاء نطبع error message error و message. وفي حالة عدم تواجد الأخطأ نطبع OK وميساج push res هكذا، ومن ثم إرسال النتيجة إلى المستخدم هكذا. سنقوم بالدخول إلى هذا الهوست. نلاحظ أن الـ API تعمل، إلا أن الانتي سلاش لأننا نضع جيسون داخل جيسون آخر. لمعالجة هذا الأمر وجب القيام بـ var list، ولقد قمت بشرح هذا الشيء في الدروس السابقة. البوش ريز نقوم بالمرور على كل القيم، نقوم بعملية جيسون بارس دو البوش ريز دو اي. افترض ان القيمة فهي جيسون، فاذا لم تكن جيسون فسينهار التطبيق. للحيلولة دون هذا الامر وجب القيام بتراي كاتش، اي تراي جيسون بارس. اذا تمت هذه العملية نقوم بإضافته، إذا لم تتم العملية نقوم بالكونتينيو للقفز إلى القيمة الموالية. فهذا السطر يفترض أن القيم مسجلة داخل غوديس فهي جيسون. الآن سأقوم بList.PushItem وهنا سأرسل ليست. هذا الأمر فهو كافي بتصحيح هذا المشكل الخاص بالانتي سلاش. كما تلاحظ الآن يمكن استهلاك هذه الأبي داخل تطبيق ويب أو تطبيق الموبايل. آمل أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس الخاص بتحليل معطيات مسجلة داخل ملف CSV وسجلها داخل قاعدة بيانات غوديس، ومن ثم استخلاص هذه المعطيات عن طريق الـ API وإظهارها في البراوزر. يمكن أيضا
توليد المعطيات على شكل CSV، إلا أني لن أقوم بهذا الأمر وسأتركه لكم، فله نفس المنطق الخاص بالبارس. CSV فهي فورما سهلة جدا لتسجيل المعطيات. آمل أن تكونوا استفدتم من هذا الدرس، وشكرا.